السلام عليكم مشاهدين مشاهدات، احوالكم بخير. كنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكه وتعيدوا تعاودوا بصحه وسلامه يا ربي. بغيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الخوخ اللي كتجي خفيفه ولذيذه وكنتمنى تعجبكم. عندي ليها جوج بيضات، انا درت هنا واحد الكريصه ديال الملحه. دابا غادي نضيف جوج بيضات يكونوا بالحراره ديال المطبخ. أن الصيف كنبغيو شي كيكة تكون باردة، هادي راه صراحة باردة كتجي و كتوصل القلب كي تنقولو. غادي نزيد واحد الساشو ديال الفاني، غادي نزيد واحد خمسة ديال المعالق ديال السنيدة يكونو معامرينش. غادي نضربهم مزيان مع هاد البيض، غادي نضيف خمسة ديال المعالق ديال الزيت. نضيف كاس ديال الليمون، لأن الخوخ كيتواتى مع الليمون. دابا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الدقيق من بعد ما غربلتو. نضيف سبعة ديال المعالق ديال الطحين، ما عمريش بزاف وعيني مزاني. ندير ثلاثة، وغادي ندير ساشي وحدة ديال الخمارة. خمسة، ستة، نخلط ولا خصني غادي نزيد. هاد الكيك غادي نبغيه يكون شي شوية تقيل، ميكونش خفيف. انا زدت المعلقه السادسه، زدت السابعه، دابا غادي نزيد الثامنه حيتاش انا بغيت الكيك ديالي يكون ثقيل. دابا راني درت 8 ديال المعالق ديال الدقيق،
هذا هو القوام ديال الكيك، تيكون ثقيل بحال هكذا. انا خديت هذا المول هذا، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. دابا غادي ندير فيه الكيك ديالي. هنايا الخوخ، غادي ناخذ خوخه غادي نقشرها، ما غاديش نقطعها هكا بهذه الطريقه، غادي نقطعها بهكذا. نتمنى تكونوا فهمتوني. نقطعو بهذه الطريقه هكا ترونش. غادي نحطو في الكيك ديالي بالطريقه هذه، كيجي رائع. وغادي ندوز حتى نكملو ونرجع معاكم. من بعد ما درت ليها الخوخ، غادي نزيد لها شي شويه، نزينها بشويه ديال الزبيب في هذا الوسط. وليكم الاختيار، اللي بغى يدير اي حاجه يديرها. عندي واحد شويه ديال الكاكاو مهرمش، هو غادي نديرو هنا في الوسط. عندي شويه ديال رقائق اللوز، غنحاول نديرهم هنايا في هاد الفراغات هادو. اللي بغى يزين اي حاجه يزين، اي حاجه كتجي زوينه. بعد ما كملت التزيين ديالها، دابا غادي نديها طيب في الفران على نار مهيله واحد 20 دقيقه تقريبا. غادي نطيبها انا من الفوق، حيت انا عندي الفران ديال الغاز. هيا الكيكة ديالي، بعد ما جبتها من الفران وحيدتها من المول، دابا غادي ندوز نسقيها واحد شويه بالليمون بهذه الطريقه، ماشي بزاف، غير شي شويه باش تجي رطبه وهشيشه. اي حاجه الصراحه فاش كتسقيها كتجي زوينه، اي حاجه، اي كيكه زعما، شي اي حاجه.